كل يوم الحقيقة من بداية معرض القاهرة الدولي للكتاب زمايلنا من إكسترا نيوز متواجدين في المعرض ليرصدوا لنا كل ما يحدث هناك لحظة بلحظة. الآن بينضم إلينا محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز، برحب بيك محمد. نانسي تحياتي، يعني يوم آخر مميز في يوميات معرض الكتاب. تعلمين بأنه ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية هذه النسخة، النسخة 55 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني نعلم بأنه أبواب المعرض طبعا مفتوحة حتى 8 مساء هذا اليوم. اليوم كان هناك عديد من الفعاليات المتميزة والخاصة بمعرض الكتاب، كان عنوانها الرئيسي فلسطين، قضية فلسطين وقضية الحرب الدائرة في غزة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وأيضا يعني تقييم إجمالي ما تم خلال الشهور الأربعة الماضية، وأيضا يعني سرد وإعادة يعني التأكيد على الموقف المصري، وأيضا يعني التأكيد على دعم مصر لأشقائها في غزة وفي فلسطين بشكل عام. كل هذه الجوانب تم مناقشتها خلال يعني 3 من الندوات الكبرى والتي عقدت في قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وشهدها طبعا عديد من يعني القراء الذين حضروا هذه الندوات، وأيضا فلسطين كانت حاضرة حتى في ركن الطفل الذي أيضا تم افتتاح في ركن خاص لتعريف طبعا الطفل المصري بالطفل الفلسطيني وبتضحياته وبعدالة قضيته. وأيضا السيدة وزيرة الثقافة كانت هنا وزارت أيضا هذا الجناح الخاص لركن الطفل الفلسطيني هنا في معرض الكتاب. إلى ذلك أيضا فإنه يعني حتى الشعر ودواوين الأدب والشعراء استضافت أيضا يعني ندوة خاصة بالتعريف بالشعر الفلسطيني الذي طبعا يحكي قصة النكبة وكفاح الشعب الفلسطيني خلال 80 عام الماضية في سبيل تحرير أرضه. أيضا إلى ذلك نانسي فإنه الفعاليات طبعا مستمرة، وأيضا إلى جانب ذلك فإنه أبواب القاعات الخمس المخصصة لاستقبال القراء كانت مفتوحة منذ الصباح الباكر، وطبعا يتوافد المواطنون منذ الصباح الباكر طبعا يعني سعيا لاستثمار الساعات الأخيرة في عمر هذه النسخة. وطبعا تعلمين بأنه يعني البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الثقافة كانت قد أكدت بأنه الإحصائيات القراء حتى أو الزوار حتى يعني مساء أمس اليوم 11 قد بلغ عدد الزوار أو حتى أنه تجاوز حاجز 4 ملايين زائر. طبعا نانسي يعني إذا قيمنا هذا الرقم فإنه تقريبا يعني بنتحدث عن 350 ل 370 ألف في المتوسط بيزوروا يعني صالات هذا المعرض. تعلمين طبعا بأنه هذا يعتبر يعني عدد لا ينسى وعدد تاريخي بالنسبة لزيارات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ أن تم انتقاله من أرض المعارض الذي كانت طبعا بتعتبر يعني مقره التقليدي إلى هنا إلى مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية هنا في التجمع الخامس. وبالتالي فإنه أيضا يعني إجمالي يعني الزائرين أو الزوار خلال هذه النسخة قد يقترب من عتبة 1,500,000 أو على الأقل غالبا سيتجاوز الحاجز 4.5 مليون زائر. نانسي. نعم محمد، أنا الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على كل التفاصيل اللي تفضلت إليها. محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا ليك.